كيف نجعل الصفوف الدراسية أكثر متعة وجاذبية؟ لدينا الحل لذلك. تخيل هذا كابوساً للمعلمين. ماذا لو قلت لكم أن لدينا تطبيقاً يمكن أن يجعل صفك 1000 مرة أكثر تفاعلاً؟ بداية، لست مضطراً أبداً إلى أخذ الحضور، لأن التطبيق يقوم تلقائياً بذلك. يمكنك إنشاء المجموعات الصفية من خلال التطبيق مباشرة، مما يزيد المشاركة والتفاعل في الصف. يحتوي البرنامج على بنك للأسئلة لإنشاء الامتحانات وأوراق العمل. كل ما يحدث في الغرفة الصفية يتم تخزينه على قاعدة البيانات الرئيسية. الآن ومن خلال التطبيق سوف تستطيع السيطرة على تصفح شبكة الإنترنت بأمان تام. كما يمكنك التطبيق من مراقبة كل طالب والتأكد من استخدامه للنظام بشكل مناسب. كما يسمح التطبيق للطلاب التحكم باللوح التفاعلي عن بعد. يطلعك التطبيق على الطلاب الذين يرغبون بالمشاركة في الحصة. يستطيع الطلاب ومن خلال خاصية مختبر اللغات تطوير مهارة السمع والنطق داخل الغرفة الصفية. يمكن للمدرسة والمعلم مشاركة الكتب الإلكترونية والملفات والمصادر الأخرى مع الطلاب. كالبورد كومبليتاب، معاً لتكريس التكنولوجيا لتطوير التعليم.